أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين والمتابعين والطلاب. اليوم عندنا تجربة جديدة أو رسم جديد بالأوتوكاد. حفوت على الجوجل وجيكتوب موديلينج براكتس دراونجز، حختار هيدا الرسمة، هعمل لها كوبي وفوت على الأوتوكاد ونرسمها. علمناها، جهزنا الأوتوكاد، فتنا على فايل جديد. أول شيء بدي أقلب المنيو بار، بروح على الجير هون، نعمل درافتنج أند أنوتيشن. بيجي المنيو بار اللي فيه أوامر الرسم، أوامر التعديل، أوامر القياسات، الطبقات. بدي أحط المنيو بار الرئيسي القديم، في يحطه هون من الشو منيو بار. حط لي هيدا الفايل الإيديت الفيو، هو ذاته الموجود هون بس على شكل منيو. طيب الخطوة اللي بعدها حنفوت على فورمات يونتس ونحطها هون بالمليمتر، بدل انش نحطها مليمتر. هنرسم بالمليمتر، عندنا رسومات صناعية. نفوت على نيو لاير، طبقة جديدة، نعرف رايت كليك، نعمل نيو لاير، نعرف طبقة نسميها اكس، لونها احمر رئيسي. نستعمل دائما الالوان الرئيسية، ما نستعمل الالوان الفرعية. نفوت نحمل لود، باللود نحمل السنتر 2، الخط اللي هو اللي بيتناسب مع الاكس، نكبس عليه ليصير اكتف. اوكي، نعمل طبقة كمان جديدة نيو لاير، نعمل طبقة مثلا لنقول البلان. اوكي، البلان حيكون لونه هناخده ابيض، يعني العكس حيكون اسود، وهون النوع كونتينيوس. ممكن نعمل طبقة نسميها مثلا نيو لاير اليفيشن، وهيك بنكمل. ممكن نعمل طبقة قياسات الى ما هنالك. اذا احتجنا بنرجع بنفوت بندخل. هنرسم الاكس، هنوقف بطبقة الاكسات، احنا هلا واقفين فعليا بطبقة الاكسات. هنرسم لاين مثلا لنقول شغل الاورثو دائما من تحت، نعمل له قياس لنقول 100. فات جوات الشاشة، بضغط اسكيب، يا اما بحرك بدولاب الماوس، يا اما بالاكستنت زوم اكستنت، وهيدي كتير بحتاجها لما بتختفي جزء من الرسمة بدي ادور عليها. عند الخط مبين بعده مش ظابط كتير، غير واضح، عن بعيد ببين كونتينيوس، عن قريب ببين مقطع. لظبط هاي الحالة فوت على فورمات لاين تايب، فوت على لاين تايب، وهون جلوبال سكيل فاكتور بضربه ب10. اوكي، هنجيب الرسمة، هنوقف بطبقة البلان مثلا او الاليفيشن مش مهم، بنعمل ايديت بيست. سقطت الرسمة، حطيناها هون، صارت موجودة قدامي. اوكي، حنبلش فيها. هنبلش نرسمها، عندنا بين الاكس والاكس عندنا 22.5. هنرسمها لاين، نعمل لاين هون. اوكي، هيدا اللاين بده يكون موجود بطبقة الاكس. اذا نحن بنوقف بطبقة الاكس، نعمل اوفسيت على 22.5. اوفسيت بطلب الاوفسيت، يا بكتب من الكيبورد يا بطلب الاوفسيت من هون. 22.5 هو البعد ما بين الفتحتين او الاثنين هول او 22.5. نتأكد اكثر، نجهز الدايمنشن ستايل. دايمنشن ستايل لنكبر القياسات، موديفاي فيت برايمري يونتس الفيت بنضربها ب10 مثل ما عملنا سابقا. اوكي، والبرايمري يونت ولا رقم بعد الفاصلي، اوكي، او خلينا رقم واحد بعد الفاصلي لانه عندنا 22.5. اوكي، عندنا الفيت البرايمري يونت رقم واحد بعد الفاصلي او رقمين. اذا بقول له اعطيني القياس ديمونسيون لينير، دايمنشن لينير من هون لهون 22.5، هيدي الشغلة اللي اشتغلناها. عندي اكس سيركل هون الراديوس له 13، هيدا الاكس سيركل الراديوس له 13. بكل بساطة كمان انا واقف بطبقة الاكسات، بقول له سيركل، بطلب هون السيركل اند راديوس، سنتر اند راديوس، واقف هون بقول له 13. سيركل تاني كمان نفس الشيء بالجهة التانية، سنتر اند راديوس، الانتر سكشن كمان 13، بوصلهم ببعض، لاين وصل هيدا بهيدا، ولاين تاني من هون وصل هيدا بهيدا، لاين تاني من هون. بدنا ننظفها، نعمل تريم، نطلب التريم من هون. بعلم الدوائر، وبما انه هني بدي قص منهم بيكتفي لهون، وحدود القطع في هون حدود القطع. بنتقل للمرحلة التانية، بطلب انتر، ببلش قص. ممكن بهذه الطريقة تحول المشهد لشيء قريب للرسمي. اوكي، عندي البرانيات
عندي البرانيات، عندي الراديوس 18 هون، هيدا الراديوس 18. هنتقل لطبقة اللان، بطلب سيركل هون، سيركل اند راديوس، بطلب هون بقول له 18، بعطيه رقم 18. سيركل اخر نفس المبدأ، كمان 18، بوصلهم ببعض نفس المبدأ، لاين من الكوادرنت للكوادرنت، لاين تاني من الكوادرنت للكوادرنت، كمان برجع للترم، ممكن بالترم ما علم شيء وروح قص، كمان انتر يعني عملت سيلكت اول فعليا، روح قص ولو انه شوي متعب هيك صارت، بس وين ما بيضرب بياخد. والبقايا ما بيروحوا الا بالديليت، حوطهم مع ديليت خلصت منهم. عند الجوانيات، عند الجوانيات عندي واحدة 7.6 والتانية 5، كمان نفس المبدأ، بطلب سيركل هون 7.6، سيركل تاني هون كمان نفس المبدأ 7.6، اوكي بوصلهم ببعض، لاينات من هون، اوكي ترم، اطلب ترم، مش ضروري اعلم، انتر وبقص. كمان عندي رسمنا مين هلا نحن 7.6، بتاكد دايمتر راديوس، دايمنشن راديوس 7.6، اذا عندي الخمسه سيركل سنتر اند راديوس، عندي راديوس 5، كمان اخر 5، اوكي بعمل لاينات من الكوادرنت مع الانترسكشن من فوق للانترسكشن، كمان لاينات من جديد من هون لهون، اوكي بعمل تريم. عندي هلا عندي هول موجودين، عندي واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة، عندي اثنين بالنص، اللي بالنص هني على موجودين على راديوس، اللي بالنص موجودين على راديوس هيو هون، اثنين على راديوس دايمتر 5، هيدا 2 دايمتر 5، يعني 2 دايمتر 5 هيدي هي، يعني 2.5 سيركل سنتر اند راديوس، عندي هون 2 موجودين على 2.5، اوكي نفس الشيء بعمل لها كوبي اذا بدي، بحملها بمسكها من الميد بوينت بركبها على الميد بوينت على الانترسكشن، سوري على الانترسكشن. طيب عندي 5 فتحات تثبيت، 6 فتحات تثبيت موجودين بالرسمة هون، 6 فتحات سبيد، 1 2 3 4 5 6 موجودين، هيدا شكلهم بالإليفيشن موجودين، من برا الدايمتر حيكون 7، من تحت الدايمتر حيكون 3.4، حنرسم واحدة منهم ونعمل لهم كوبي. عندي السيركل الأول برسم واحدة منهم، الدايمتر حيكون هون 7 يعني 3.5، أوكي والتانية حيكون عندي دايمتر 3.4، اوكي في يرسمها سيركل اند دايمتر سنتر اند دايمتر وقول له 3.4، هيدي عندي منها انا 6، بيعمل لها كوبي بعلمهم انتر، بيقول لي البيس بوينت منها بدي امسكها من الميد بوينت من تحت من من السنتر بوينت وركبها على الانتر سكشن هون او على مكان هيك على الاند بوينت الخط، منها مشكله. اوكي لهون، اوكي خلصت، بضغط اسكيب. هيك بكون انا رسمت البلان، هيك بكون انا رسمت البلان. انتقل لمرحلة الرفع للإليفيشن، ما في داعي ارسم رسمة الإليفيشن، هدفي انا احولها الى 3D، اعمل كوبي عنا واشتغل فيها على هدوء بهدوء، هياخد كوبي عنا لجنب لتاني جهة، بعمل كوبي سيلكت اوبجكت بحملها برميها هون تاني جهة، بضغط اسكيب وقف امر الكوبي. طيب هنتقل الى بيئة 3D، اوكي هنتقل الى بيئة 3D، اغير المنيو هيدا كله سوا، حروح على الجير حطها على 3D موديلينج، 3D موديلينج قلب الشريط هيدا كله سوا، بدي احط الشريط برجع بحط الشو منيو بار، كمان هيدا المنيو بار بين قدامي، بدي احط الكيوب قدامي اذا مش موجود بروح على الفيو، الفيو التانية اللي هي هاي، وبقول له الكيوب حط لي اياه هون، هيدا الكيوب حط لي اياه هون، برجع على الهوم. اوكي عندي 4 ايزومتريك فيو،
من خلالهم انا بقدر اشوفها ك3D، بقدر اعمل لها ارتفاعات، بعمل لها اليفيشن، وبقدر اشوفها من الزوايا الاربعه، وبقدر اشوفها فرونت وتوب وليفت وكل هالاشياء. اول شغله حنعملها قبل ما نبلش نرفع، هنطفي الاكسات. اوكي، هنطفي الاكسات، نبلش نشتغل فيها، اشغل الصوره حتى كونسبتشوال لتبين الصوره. اوكي، حنبلش نطفي الاكسات، حنفوت على اللايرز، باللايرز حنطفي الاكسات ونوقف بطبقه الاليفيشن مثلا. اوكي، طيب هلا نحن عندنا فتحات التثبيت. فتحات التثبيت هن من فوق اعراض ومن تحت ارتفاع. هو فتحات التثبيت من فوق اعراض من تحت ارتفاع. انا حشيل الاعراض، حخلي لانه الفتحه العريضه ما راح تكون خارقه القطعه من اولها لاخرها، بينما الفتحه الرفيعه حتكون خارقه القطعه، الهول موجود للاخير. حارفع هالمنطقه، حتطلع على الرسمه، حيطلع معي انه الارتفاع بهالمكان، برجع احطها توب فيو لتبين لكم، بهالمنطقه 4.4 الارتفاع. كيف بدي اشتغلها؟ شو بعمل؟ بطلب البريس بول. البريس بول بيقول لي حدد منطقه داخليه. هاي المنطقه الداخليه هيدي بده ارفعها 4.4. اوكي، او بالاحرى ماشي الحال 4.4. عندي هيدا الجزء اللي جوا، يحطه هون هيدا الجزء اللي جوا، هيدا البارتي اللي هون او هاي الجزئيه اللي جوا، هيدي حتنرفع على ارتفاع القطعه كلها سوا. يعني لوين حتنرفع؟ حتنرفع لفوق للاخير. هيدي هي، هيدي الجزئيه اللي عم نحكي عنها اللي هي هلا فعليا هون، حتنرفع للاخير. قديه للاخير؟ هي حتطلع معي 16، تطلع معي 16. هيدي هي، هيدي هي 16، ارفعها الى 16. اوكي، هيدا الجزء. اذا شو بعمل في انا لحتى احطها بالواير فريم اسهل لإلي، واطلب الكونسبتشوال. كونسبتشوال هيدا الجزء، هيدا الجزء فعليا بده يطلع 16. اوكي، خليني اشوفها بالكونسبتشوال. طيب هيدا الجزء ممكن نلونه لون، وهيدا الجزء ممكن نلونه لون ثاني. دبل كليك عليه، تجيني المنيو الصغير الفرعيه، اعطي اي لون. اوكي، هيدا هو. هلا عندي جوا، جوا كمان فيها ارتفاع بس واصل لمرحله معينه، واصل 16 ناقص 5. كيف شفتها؟ عندي 16 ناقص 5 تطلع عندي هاي المنطقه. 16 ناقص 5 قد ايه بصير عندنا؟ 11. اذا هاي المنطقه بتطلع 11، كمان بيجي لجوا مش مبينه لإلي. شو بعمل؟ حط على ال 2D واير فريم، هيدي المنطقة السوداء اللي جوا بدي ارفعها 11. كمان بيجي للاليفيشن وبيطلع مع الهول حاصل، تحصيل حاصل. هيدي هي المنطقة، عم نحاول نلقطها. هيدي هي لقطها، لا بعد بعد بعد، هلا لقطها، نعمل لها 11. اوكي، طيب نشوفها بالكونسبتشوال، اكيد ما راح يبيني من جوا، بلا بينت. اوكي، فينا نشوفها توب فيو. اوكي، صارت معي بهالشكل. في عندي الفرزات هون، عندي الفرزات هون، في عندي هول هون كان. اوكي، نرسم عندي مش الفرزات، فتحات التثبيت. فتحات التثبيت هن حيجوا مفتوحين اوسع من فوق. هنعمل فتحات التثبيت. فعليا فتحة التثبيت كانت ب ديامتر 7، هنرسم واحدة منه ونرجع نعمل لها كوبي للبقايا. هرسم سيركل على السطح انا، سنتر اند ديامتر كانت هي 7، عندي 6 فتحات تثبيت. اوكي، هرسم واحدة بس. اوكي، والديامتر 7، هيدي هي. هيدي بتنزل بمقدار بس 2 مليمتر لتحت. بعمل لها اكسترود، بعمل لها بعملها بريس بول، او خلينا نعملها كوبي، نعملها اكسترود. اوكي، اكسترود، انتر، وننزلها 2 ملم لتحت. يفترض مشي الحال، في شوفها بالكونسبتشوال، اوكي نزلت 2 ملم. بدي اعمل منها كوبي للبقايا، في اعمل لها كوبي، امسكها بلقطها من السنتر، بركبها عند اول وحده، عند ثاني وحده، ثالث وحدة، رابع وحدة، سادس وحدة، كلهم ركبناهم. شوفهم. اوكي، هلا فعليا هن مسدودين، شوفها من ورا، اوكي، من كل الجهات، فان فعليا هن مسدودين. فينا نلون وحدة او تنتين منهم بس لنشوف الفرق.
اوكي بدي اطرحهم من بعض، حاشتغل على وحده لنشوف الفرق. بطلب السبستراكت، وامر كثير مهم هيدا. بطلب السبستراكت، امر كثير مهم هيدا. بكبس على الجسم اللي بده يبقى، قرب ايدي بحاول القط الجسم اللي بده يروح، هيا لقطه، انتر، صار عندي محل الفراغ. اوكي هلا بنرجع نفس الطريقه للكل سوا، حنضربهم ضربه واحده. بطلب السبستراكت، الجسم اللي بده يبقى احطها بالواير فريم اسهل لإلي. اذا بكبس على الجسم اللي بده يبقى، بطلب السبستراكت، بكبس على الجسم اللي بده يبقى، بقرب ايدي على الجسم اللي بده يروح لقطه. عندي واحد هون، صار عندي ثلاث فتحات معمولين. مقلب للجهة الثانية، بطلب السبستراكت. اوكي بنقرب على الجسم اللي بدنا نروحه، اللي هو هيدا مع هيدا مع هيدا، انتر. فعليا خلصنا، فتحناها. طيب ممكن نحن نرجع للزاوية اللي كنا فيها هون. اوكي فينا نرجع الاكسات يبينوا شو لاير، او فينا نعمل هوني فيلت كما بالرسمي، مثل ما شايفين بالرسمي معمول فيلت خفيف هون وهون نفس الشيء. قديه هون على اي راديوس؟ على راديوس واحد، وهون على واحد. كيف بنعمل هيدا الفيلت؟ فينا نعمل فيلت بالثري دي، نفس امر الفيلت اللي بنستخدمه بالتو دي. اذا انا بجي على امر الفيلت، اوكي بنطلب الفيلت مجددا، نعطيه راديوس واحد، ندله على الادج كلهم سوا عسى ولعل. اوكي مش الحال. طيب نجي لهون كمان نفس الشيء، بنطلب الفيلت هون، حيصير عندي العاد العكس، حيطلعوا ظاهرين لبرا. فيلت يمكن بحاجة نعمل لهم، نجمعهم، هنجمع القطعتين مع بعض. هيدا نعمل يونيون، هيدا مع هيدا، انتر، صار جسم واحد. نطلب الفيلت، كمان فيلت، نلقط الحفة. اوكي لقطنا الحفة، الراديوس عم بيقول لي واحد. اوكي الادج نعطيه الزوايا الأربعة، الجهات الأربعة، خلينا نجربها لهون. اوكي لهي الجهة شوفها من ورا. اوكي بعد عنا من ورا، من هون نفس الشيء، بنطلب الفليت. اوكي انتر انتر، مش الحال. طيب عنا الاكسات، بدنا نعلي الاكسات، حنضوي طبقة الاكسات. اوكي عندي الاكسات انا موجودين بالارض، بدي اعليهم لمسافة 4.4، هيدا ارتفاع هون 4.4. كيف بعلم الاكسات؟ عندي الاكس هون، او بنزل القطعة 4.4 لتحت شوي، كمان هي طريقة. كيف ممكن نزل القطعة 4.4؟ طريقة سهلة جدا، بجي على الموف، بما انه مشغل الاورثوغونال موف، باخد اي نقطة على القطعة، بوجه الماوس نزول وبكتب 4.4، صاروا الاكسات موجودين على السطح بهالشكل. كمان تحصيل اوكي عندي شغلي هون نسيناها. اوكي هيدي مش موجود. اوكي حنعمل يونيون لهيدي الجوانيه، لانها مشكله صغيره كان هون، هنعمل يونيون لهي، هيدي مش مجامعينها معهم، هيدا مع هيدا. هلا صار الجسم كله جسم واحد، بدي نزل الجسم نزول، بيجي على الموف سيلكت اوبجكت، وبكتب بوقف باي مكان على القطعه، وبكتب له 4، بوجه الماوس نزول، بكتب 4.4 يعني ماينس زد. اوكي نزلوا بينوا الاكسات هون. نفس الشيء ممكن نرسم الاكسات رسم عادي فوق. هيك بنكون خلصنا. اوكي فينا نتفرج عليها. طبعا نحن في عندنا كوب، خلينا نعمل كوب كمان، بدنا نقصها شقفتين. هنعمل كوبي عنا للقطعة ونقصها ونشوفها كمقطع. هنعمل كوبي عنا، هيدا أمر الكوبي علمناها.
انتر، بنمسكها من اي نقطه بنرميها وحده تانية مع جنبها. هيدي القطعه حقصها الى شقفتين، اطلب امر سلايس، سلكت اوبجكت. بعد ما اطلب سلكت اوبجكت عم بيسالني على اي محور بدها تمرق سكينتي. في عندي زد اكس، زد واي، عندي اكس واي. انا فعليا سكينتي بدها تروح بهالاتجاه، يعني بدها تروح باتجاه الزد اكس. بختار زد اكس. طيب بيقول لي وين الزد اكس بالضبط بدها تمرق؟ بدها تمرق بالنص اكيد. بختار نقطة على النص وبكبس بالماوس باتجاه لورا، بيبقى عندي بيطلع عندي هيدا المقطع. طبعا في بقايا رسم فينا ننظفهم، فينا نشيل كل هيدا البقايا الرسم الموجودة تحت نتفرج عليها بشكل آخر. لغينا الأكسات، نشيل بقايا الرسم الموجودين تحت اللي مش محتاجينهم. اوكي، فيي اتفرج عليها انا من الفرونت او الباك وبشوفها كمقطع مثل ما شفتها بالورقه. اوكي، هيك نقدر كمان نقدر نحركها بالاوربتس ونتفرج عليها بكل جهات، او نتفرج عليها اذا هيدا من تحت عم نشوفها من تحت. مفاتيح او فتحات التثبيت موجودين قدامي. اوكي بهالشكل. طيب، او بتفرج عليها من الايزومتريك ريفيو الاربعه الموجودين هون. طيب شكرا لكم، يعطيكم العافيه، الى اللقاء مجددا مع رسومات جديده.